يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، كن خادم الآلاف، كن بذل المعروف، كن دايما الإنصاف. الهدف عظيم، ومبادرة جمعية كافلة اليتيم للبليدة تعتبر نموذجا لفعل الخير. إفطار أكثر من 6000 صائم وكسوة 4000 طفل يتيم أرقام ليست بسهلة، لكن عندما تكون هناك رحمة الله في القلوب فكل شيء يصغر، وبتضامن الجميع سنسعد كل فقير ومحتاج. بسمة خير هي اليوم حمامة سلام في بحر هذا العمل الخيري، ورؤيتنا لهكذا عمل تتركنا واقفين تقديرا لكل من ساهم في فعل الخير. أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان. زو خويا واش راك؟ صافا لاباس؟ واش راك؟ مليح صافا بالصحة بخير خويا. عمك اللي عجبتني كاع شغل مسبحة تشوف فيا ما تخديك حمزة. ايه شتك من بيت؟ شتك من بيت؟ قول لي صافا لاباس؟ رانا انتيك ولا لا؟ ولا غير رانا انتيك ان شاء الله باذن الله. صح كيفاش راك تفوت نهارك؟ ولا غير شويه عباك سيرتو اليوم شويه سخانه شويه ماناش نرقد يا حمزه. احكي لي على رمضان في بلادك كيف احكي لي؟ ولا غير روعه صاحبي. طلعت بلاصه عرب واش فيها؟ قول لي واش فيها؟ فيها مارشي كوفير، فيها الزيتون على كاع الالوان خويا. برنامج بسمة خير جيت فيه ديجا من قبل؟ اه. وكتشوفوا السيزون الجديده ولا ماكتشوفوا؟ كيفاه سي نورمال كيفاه عجبتك السيزون الجديد؟ ما نشوفوش كيفاه خويا. الله يخلي نقول للجمهور تاعنا نقول لكم مرحبا بكم، نتواصل معكم دائما في تقديم برنامج بسمه خير، يطلع لكم دائما على قناه الجزائريه وان. في البرنامج تاعنا راح يكون كاين متطوع اليوم. يا اسلام راك متطوع؟ اه كيفاه سي نورمال راني معك حتى تعطيك ثاني يا خويا. وراي تسنى فينا الجمعيه الخيريه كفل اليتيم تاع الجديده. راني رانا قاعد البروغرام تاع اليوم تعرفوا ولا نقولوا نحكيوه؟ لا لا احكيوه. جمعيه كفل اليتيم بالبليده دارت اكبر مائده فطور في العرب وفي العالم وفي الافريق ان شاء الله. ان شاء الله يكون اليوم الروكور غينيس في ملعب الانصار. في ملعب انصار راكم قاع معروضين ان شاء الله. ربي يحفظك. الله يحفظك. دوكا فيت في نكون نقضيو عباك باللي كاين بزاف دراري صغار مسناو فينا. اه سي نورمال باش ندولوا معنا ندو معاهم شويه لي جوي شويه شويه لي كارد شويه مبابل. اوكي خلاص هاي سلم على الدفعه باجي سلم عليك صاحبي. الله يبارك. تبعونا نروحوا نقضيو دراري صغار لي كادو تاعهم. بسمتنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. السلام عليكم. السلام عليكم. صار رمضانك اختي عباس؟ صافا خون. كيف اسلام؟ اسلام قول لي قبل ما نشوف الجول قول لي شحال عندك من شريت جول شحال؟ ملي نشفى فملي تشوفها هذاك اسلام شنو يدير مع ايفيسيو ما تضحكشو شحال من غير عندي بزاف عندي بزاف صح. قول لي كي تعرف باللي حتشري جوي دركا وهذه جوي هذه تروح لطفل يتيم واش تحس لداخل؟ نفرح بالك اكثر منه. الله غير بالك نفرح اكثر منه. انا شوف بلاصه مخيره كاع تاع دراري هي الحانه تاع قراوجي يذب عليه تحمد تخرج. هذه هي الحاجة اللي الله غير حمد خرج اللي ديرها. قلت لي كلمة كادو شوش قال إسلام؟ قال لك أنا كلمة كادو طفل صغير يتيم قال لك احنا نفرح أكثر منه. أنا نقول لك يعطيك الصحة. الله يسلمك. بارك الله فيك. دوك هذا براسك اللي جيو مقدامك به اللي شطارتك اسك تعرف تخيل اللي جوي ولا لا؟ لا وأنا عارف نخيل. سي بون؟ لا أنا عارف. تبع معنا. ما أجمل أن تحيا عمراً غالٍ وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسأل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. بون سي بون سي بون صاحبي.
دوك عباك كنا رايحين دوك وين؟ والله كاس تفهموا مع السيد اه وقال لنا خليهم لنا كريدي. لا لا قال لنا قال لنا نقولوا يعطيك الصحة. الله يبارك يا ربي يحفظنا ان شاء الله وكثر خيره. وكاين الناس بزاف على بالي كيما هو نقول لكم يعطيكم الصحة. كاين من الناس راكم ديروا في الخير كلكم غافوا كملوا هذه الحاجة كما دائما نقولوا في البرنامج ديالنا حققوا عند ربي سبحانه. السلام يعطيك الصحة خويا. يعطيك الصحة فيك اسلام. قولهم رانا رايحين دوك والله رايحين ملعب مصطفى تشاكر ملعب الانصار. قولهم واش كاين واش راح نلقاو في الملعب اليوم؟ اليوم اكبر مائده الافطار ان شاء الله راح ندخلوا في غينيس ان شاء الله. ان شاء الله البليده وجمعيه كفاله اليتيم يدخلوا اليوم ماروكو غينيس ان شاء الله باذن الله. حوالي 6000 حياكلوا 7000 هكذا كان كلش بوره كسخون كلش سخون عجمر. هاي تبعونا الله يحفظكم. هاي السلام عليكم. الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا حقنا الصطاد إسلام. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله الله غير ما شاء الله فوز. وأنا نشوفه باللي كاين الغاش راي كما يقول لك الجمهور مازال يتوافد صح. قولي مبادرة كما هذه واش تقولنا عليها أنت؟ واش نقول لك يا خويا والله غير فور بزاف ما عندي ما نقول. شغل شوف بعينك شوف صاحبي صاقو انت كفنان اه. واش من رساله تقدمها كونسيرن الخير؟ للخير يا خويا ان شاء الله ربي يوفقنا كاع الخير خاطر الخير ماهوش ساهل ماشي حاجه سهله بالتوفيق تاع ربي سبحانه. صح ولي كادو هذو لمن سيرفيو نعطيهم الايتام ان شاء الله دراري صغار كيف صاروا كتبعونا نمدوا لي كادو هذو لدراري صغار وربي ان شاء الله يجازينا وبارك الله فيكم. كما راكم تشوفوا الصطاد راه معمر الصطاد لا غير ما ومازالوا يجيو ان شاء الله تبعنا. رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر الا الاعمال. اعمارنا اعمالنا وبها سمت اسماؤنا نمضي وتبقى هنا. سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. من إسلام بعد ما مدينا لي كادو للدراري الصغار تلاقينا مع رئيس الجمعية اللي راه حاضر معنا نقول لك السلام عليكم. بارك الله فيك حمزة ودائما أنت حاضر معنا حيوية نشاط. انا كي نشوفك تعطيني طاقه بارك الله فيك. كما معك بارك الله فيك اليوم ماهوش حمزه معك اليوم برنامج باسم الخير معك. واش تقولنا فيما يخص البرنامج واش تقولنا فيما يخص التنظيم اللي قمت به مادام انت رئيس الجمعيه؟ والله هذا الافطار اليوم اكبر افطار بملعب الانتصار. طبعا الهدف ماشي نحقق ارقام قياسيه ولكن الهدف نرسخ قيم التعاون والتعاون بين المجتمع اطراف المجتمع. مثلا كل واحد يقدر يعاون كل واحد يقدر يدير ولهذا احنا في هذا الافطار شاركنا كل اطياف المجتمع. وطبعا انتم برنامجكم بسمه خير احنا ان شاء الله تكون اليوم هذه بسمه خير لهذا الاطفال ان شاء الله وتكون ان شاء الله دائما الجزائر في افراح ودائما في هناء وسعاده ان شاء الله. انا اقول لك بارك الله فيك يعطيك الصحه نخليك تخدم وانا نكمل ثاني نكمل البرنامج تاعنا مع مشاهدينا الكرام. تهلا في روحك صافي فطورك شيخ بارك الله فيك على خير ربي يحفظك. بسمت خير بسمت خير ما سمعتش عاود ثاني هاي بسمت خير صحيتو. بها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. كما راكم تشوفوا وقت المغرب ديجا ظلامت. اسلام جاب لي ربي وقال جاع خلاص جعت انا لازمني نكسر صيام انا لازم تكسر صيام. اسلام واش تقول لهم؟ واش نقول لهم الله يبارك رانا ما واش تقول لهم؟ واش عشت لاجوري تاع اليوم؟ والله غير فور بزاف والله غير عرس راني في عرس راني مع الحمامات والله يبارك الله يبارك الله يدوم كما يقولوا الاعراس ويدوم الافراح تاع ولاد بلادنا. يعطيكم الصحه كامل اللي تبعتوا البرنامج ديالنا بارك الله فيكم. عاونونا بدعاويكم ما تنساوش كل ما تجوز لي ميسيون تاعنا ديروا عليها جيم
ديروا عليها بارطاج. ليميسيون تاعنا خلاصت، لا جورني تاع الخير تاعنا اليوم خلاصت. نقول لهم بارك الله فيكم، تهلاو في روحتكم، غدوا ان شاء الله مع انفيتي واحد اخر ومع خير واحد اخر. بارك الله فيكم. حتى انت تقدر خير، مانيش نسمع، حتى انت تقدر دير الخير. صح فطوركم على خير. يا صادق الاحساس كن قدوه للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، كن خادماً للآلاف، كن بذل المعروف، كن دايماً لكم. هذا البرنامج برعاية رامي.